من الاجتماعية الأسبق سيدة خولة العرموطي. معاليك مساء الخير. مساء الخير أخي بسام، مساء الخير. الله يعطيكم العافية ستي. الله يعافيك أخي بسام، وأنتو كمان الله يعطيكم العافية. الله يسلمك. يعني وإحنا طبعاً عم نقول بنقول سمعاً وطاعاً لقائدنا نعم بالالتزام بالبيت، يعني أكيد كلنا ملتزمين بأوامر جلالة سيدنا. يعني بالنسبة لستي معليك هذا واجبنا، لكن كاسم خولة العرموطي وكأيضا كنت معليك وزيرة التنمية الاجتماعية، كيف ترى تقرأ المشهد الآن بعد حظر تجوال الجوز داما 20 أو أقل شوي على الشعب الأردني، تكون يعني أول مرة بحياتهم، كيف تتعامل أو تعامل الشعب الأردني مع قرارات حكومية صارمة من خلال قانون دفاع؟ نعم أخي بسام، أكيد إحنا كما تعلم إحنا بأزمة في الأردن، وطبعا إحنا من يدير هاي الأزمة أكيد جلالة سيدنا، وطبعا الجيش والأمن والحكومة بتديرها بشرفية تامة. ولكن إحنا اليوم في أزمة أيضا بالنسبة ذوي الدخل المحدود، الناس عمال المياومة، وهذا إشي مهم جدا. احنا اليوم اكيد يعني في بلد اكيد ما بيجوع فيه اي انسان، كلنا متكاتفين مع بعض. هناك نعم اخي بسام مبادرات كثير كبيره، عم نشهد كل يوم مبادرات، عم نشهد مؤسسات شركات عم تتبرع. هذا شيء يعني اثبت للعالم كله انه الشعب الاردني هو شعب دائما متكاتف وخلف القائد. كثير أخي بسام إحنا اليوم كلنا في صف هذا المواطن، لأنه كما تعلم أخي بسام بعد الساعة 6 نعم ما في تجوال، بالإضافة إلى خلال النهار صعب الناس تطلع وتلبي احتياجاتها. فإحنا عم نحاول مع هدول أصحاب الدخل المحدود وعمال المياومة إنه نقوم بمبادرات ونحاول إنه نوصل لهم يعني الإشي اللي ممكن. هذا نعم. بالإضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، طبعا أنت بتعرف أخي بسام صندوق المعونة الوطنية عنده كل الداتا لأغلب نعم. الأسماء، ولكن نعم. في نسبة يعني في نسبة مش موجودة أسماءهم اللي صحيح. هم صحيح. عمال المياونة. صحيح. يعني هدول بيشكلوا عبء كبير أخي بسام. نعم. يعني هدول أنت بدك تعرف وين هم، بدك تعرف مين هم، وهدول ناس كتار يعني، ومستحيل احنا نتركهم في هاي الأزمة. فمطلوب منا كلنا انه نهب لمساعدتهم بالتبرع نعم. بالمساعدة، ولكن بالبقاء بالبيت صراحة. نعم. لانه في عدة طرق انت تقدر توصل لهم مساعدتك، وهذا اخي بسام انا لمسته من كثير من متبرعين ومن ناس بدهم يتبرعوا، بدهم يقدموا للبلد، بدهم يقدموا للناس، ولكن بدهم طريق اللي يقدروا يوصلوا فيها. الحمد لله احنا فتحت عنا صناديق وفتحت عنا اماكن للتبرعات، ولوزارة التنمية ووزارة الصحة وصندوق اللي امر فيه جلالة الملك امبارح اللي هو مهمة الوطن. هذا نعم. الصندوق بقدر اي انسان يتبرع فيه. نعم. معليك انا اسف المقاطعة، انا بعرف على المستوى الشخصي انه انت اقرب اهم المواطن والاقرب للفقير تحديدا، وانا بعرف من كل حتى وسائل الاعلام المختلفة انت المشاركة، كل ما واحد يقول ما عندي خبز مباشرة انت يعني تحبي عمل الخير، فبالتالي وكونك وزيرة للتنمية الاجتماعية وهذه الوزارة متخصصة في الشأن يعني المواطن اللي ما عنده الا لا حول ولا قوة الا بالله، يعني بالامكان اذا كان بالامكان في هذه الظروف، يعني الفرق موجودة والناس اللي بتتبرع اللي عندها لله موجودة، شو ايش ممكن نعمل؟ نوصي على جارك هسه عمال المياومة اللي نعم. يشتغلوا على سيارات مثلا ما عندهم ايراد يومي، غير نعم. عن اللي نعم. الدات اللي موجودة بوزارة التنمية الاجتماعية او صندوق المعونة الوطنية. نعم هلا موجودة، ولكن في بعض يعني في نسبة كبيرة من الأسماء غير موجودة. هدول نعم. اللي هم عمال المياومة نعم. اللي احنا بدنا نساعدهم. يعني على المستوى الشخصي اخي بسام انت عارف يعني انا من بداية الأزمة نعم. الحمد لله يعني انا ما عم بهدى يوميا، ولكن طبعا وفي كثير ناس تدعم وبتساعد وكذا، ولكن احنا طبعا لانه بتعرف لازم تصاريح، والتصاريح بصراحة أنا بقول إنه لازم تكون محددة لناس مختصين نعم. وليس إنه أطلع أنا بتصريح
فقط لأمشي في الشوارع، هذا إشي غلط أكيد. صحيح. التصاريح مفروض تكون للناس اللي ممكن تفيد هؤلاء الناس. صحيح. أخي بشام، أنا بدي أقول لك أنه أنا ما عندي تصريح، ولكن أنا عن طريق أمانة عمان، عن طريق الهيئة، عن طريق يعني أخصائيين في الموضوع وتحت غطائهم، عم نبعث وعم بيوصل للأماكن اللي أكثر احتياج. نعم، يعني هي يعني جهود مباركة، تكاتف على المستوى الشارع الأردني، المجتمع الأردني بشكل عام. يعني أنت بتشغلي من خلالك معاليك، وأنا من خلالي كل الناس والجيران والأهل، لإيصال المعونة لمن يستحق. هناك يعني أنا كشخص بعرف يجوز عشرات الأخوان اللي بيطلبوني كل يوم مشان الله ما عنده خبز، يعني تليفوني بده يتفجر، لأنه فعلا ظروف صعبة على المواطن. لما كان ما في حظر كان يجوز يأمن قوت يومه بخمس دنانير أو ستة أو عشرة، الآن هو له شهر محجوز ما في عنده لا كاز ولا خبز ولا أي وسيلة. فبالتالي نتكاتف جميعا لإيصال لوجه الله تعالى أولا، ولأن نرفع اسم الأردن عاليا، زي ما تعرفي معاليك يعني كل العالم استشهد بالأردن ويتغنى بالأردن من حيث الإجراءات والالتزام. نعم، وهذا إشي إحنا كلنا بنفتخر في بلدنا، بلدنا غالية علينا. يلا. وبلدنا يعني بنفديها بروحنا ورا القائد. احنا نعم. احنا مستعدين وجاهدين وما رح نوقف ابدا ان شاء الله، وما رح إن شاء الله. نوقف دعم إن شاء وخاصه الله. لهذه الطبقه اللي هي محتاجه لنا، اللي هم عمال المياومه إن شاء اللي الله. بيعتمدوا في قوتهم على شغلهم اليومي ان شاء الله تعالى. معاليكي معالي خولة العرموطي وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق، كل الشكر معاليك، والله يعطيك الصحة والعافية ويقويك يا رب. شكرا شكرا.